كمان عايزه اقول انه ثنائيه مروان وبادجي بتثبت الحقيقه كفاءتها وقد ايه هي بتثبت وجهه نظر فايلر يوم بعد يوم. الحقيقه التناغم اللي بين الثنائي كمان بيأثر عليهم هم وعلى ادائهم هم بشكل ايجابي. امبارح ما حسناش بغياب لعيبه مهمه مثلا زي مروان محسن، وده بسبب المنظومه الهجوميه الحقيقه للفريق. لو هتكلم على مروان فمروان حكايه لوحده، مش بس عشان هو قدر يجيب ضربه جزاء لنادي الاهلي، بغض النظر ان قفشه ضيعها، بس الاهلي فضل مكمل ومستمر وقادر، ومروان قدر يجيب الجون الاول الحقيقه للنادي الاهلي. ولكن لما يبقى لاعب بيتعرض للكميه دي من الانتقادات والضغوط، وبغض النظر هي في محلها ولا لا، لانه اكيد لما جماهير الاهلي بتنتقد لاعب فهي مستنيه منه الاحسن، هم مستنيين يشوفوا اللاعب ده في احسن حال، مستنيين يشوفوا فريقهم بيكسب دايما، مستنيين يشوفوا المهاجم ده بيهدف دايما، لانه ده جماهير الاهلي طبعا اتعودت عليه، اتعودوا من النادي الاهلي على الانتصارات والانجازات وانه ما فيش خساره يعني، فده حقهم جدا. بس لما يبقى حد بيقدر ان هو يتخطى كل الانتقادات دي ويثبت نفسه ويبقى في الملعب بيثبت شخصيته ان هو عنده شخصيه قويه زي دي، ويقدر يهدف سواء هدف مباراه الجونه وبعدها المباراه اللي بعدها كانت المصري تقريبا الحقيقه كان بالرغم انه ما جابش اهدافه الا انه كان مستواه كويس جدا، تعرض لانتقادات كتير قوي وخصوصا بعد مباراه الزمالك، ولكن مروان محسن امبارح الحقيقه ظهر بشكل كويس قوي لدرجه انه ناس كتير شايفاه مان اوف ذا ماتش. هو مان اوف ذا ماتش فعلا مروان محسن، ان هو يقدر يتخطى ده نفسيا ومعنويا، ده مكسب ليه هو قبل ما يكون مكسب للفريق ككل، مكسب ليه هو ان هو يقدر. كلنا بنتعرض لضغوطات في حياتنا، بس مش سهل ابدا انه حد يقدر مع كل الانتقادات دي واللي هو بيسمعه عنه وبيشوفه بعينه ان هو يقدر يثبت نفسه بالشكل ده. الحقيقه مروان محسن امبارح ظهر بشكل كويس جدا، الحقيقه الاهداف دي بتخليه يستعيد الثقه في نفسه، يستعيد الثقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي، فدي حاجه ايجابيه جدا عايز.